بسم الله الرحمن الرحيم، راح اتكلم ان شاء الله عن كوست هاني وكيف نسويه والاشياء اللي نسويها. اول شيء نحتاجه هذا المكان طبعا. عشان نروح له هاني لازم نقتل اللاريت نايت. ثاني شيء عشان الكوست يكون اسهل نسوي كم سكيب وكم نقتل غدام. تمام، في هنا بعد ما تطلع من ذا المكان في ثلاث ابواب، برج يكون فيه سلفس، برج تكون فيه هاني، وبرج ثالث ينفتح بعد ما تمشي بكوست هاني. طيب بعد ما تروح البرج اللي تحتاجه او اللي نبغاه اللي هو هذاك هناك، طبعا في مقاطع بتكون جديده وقديمه بنفس الوقت. طيب هنا قربنا المكان البرج اللي نحتاجه ان تكون فيه هاني. وش فيه هذا كل شوي يرجع نفس المكان؟ anyway من جوا طبعا ما عليكم بالشخصيه اللي لقيتها او الارض او الشيء اللي لقيته. تمام، ادخل هنا. طبعا سرعت انا شوي. طبعا بعد ما خش انا مكان هذا بون فاير. لا لا لا، نطلع فوق. تمام، بعدين نطلع فوق برضه زياده نسولف معاه. Oh, I believe I said mid please are tarnished. I have no memory. No reason in particular. Intriguing. Wilt thou enter? I am the witch Rani, that I might one day upend the whole of it. Well, I see. Thou art a. But I require. I anticipate. Yeah, yeah. Good. Thank you. Good. Then I ask thee, art thou aware of the star that struck him? It left a vast crater, and through it, go there to find the. Ah, yes. E.g., my war counselor, and Celavis, preceptor in the sorcerer's arts, like thee. They are heed not their peculiarities. I am sure the others will be doing just. Ah, yes, like thee, heed not their. I am sure. يودع منها شسم لا إله إلا الله. سلفس اللي هو حق تجيب الخاتم، مو الخاتم، الرينج، مبلغ رينج بعد. السلاح اللي بتستخدمه غالي نفسه. طبعا نزلنا تحت. Oh, so you were the one. Yes. You've defeated General Radahn. Unlocking the stars, a grand reward. Just again, I am E.G., the Carian royal family's dedicated blacksmith. I welcome one of your caliber. Let us give all that we can of our together. Let us give all together. وقال لي نط من فوق اساس انه يعني نقدر نحاش من المكان هذا. طيب ما يمديك للامانه، ما يمديك تنحاش من المكان اللي تشوفون زي الجدار فيه مانع، يعني انه لازم ادخل جوا واسولف مع شخص موجود من السلف. دخلنا لقينا سلفس علي. I see. نسولف مع سلفس. Yes. Yes, I am سلفس. I don't know what it is, but since we I ask that you I reside in Come and pay me a visit. Should you If it were up but who Come and pay. Should you? If it were up, but who? وبلاد الدخل باني وسلن دخل باني وذاك جيم برضه دخل باني. طب بس عشان انا قتلت فدان تمام طلعت الخمسه هذول كلهم من Let us together. بعد بلاد الدخل سلفس شوي كل علاقه. تمام نطلع فوق راح نسولف مع غانم. I shall soon enter my slumber, and it will be some time before this doll's body is not without its injury. Still, I look forward to the good news. I shall, and it will be. I have. I look. تمام. طبعا عشان تنزل تحت لازم تروح. Well, as war. Thanks to you, Lady Rani's fate once again stirs. Descend underground with the fallen star and make it yours, so that Lady Rani. Thanks to you, descend underground with the fallen star and make it so that Lady. من هنا من هذا البنفاير شوفه. هذا تمام. ناخذ الحصان نمشي من هنا. طبعا انا زي ما تشوف احنا الشخصيه تغيرت او انه يس هذا جديد. اذا نزلت مثل المكان لا تروح يسار، راح يمين. يمين اسرع لك لان بتجيب لك من عند ذاك المكان اللي تحتاج تنط منه. يلا هوب ننزل ثاني ننزل هوب. اذا نمشي من هنا طبعا لازم الحصان ينشال. طبعا يمديك تلوت تلقى ايتمات تلقى اشياء اخذها. انا طبعا خذيتها. ومقطع هذا بحاول اركز على ايش
نمشي سيدة بس عشان نخلص الكوست حق هاني أسع وقتك فعله. نمشي من هنا نطلع من هنا ننزل نسحب على هذول ما منهم فايدة. شغل بانفاير، بعد ما تشغل بانفاير يمديك تسوي هنا في ايتمات، في هنا اشن يمديك تاخذه، يمديك تمشي سيدة من هنا. تمشي من هنا، اذا مشيت من هنا بتلقى بوس قدامك زي ما شفت. تغيرت الشخصية تدخل على البوس، بوس مرة سهل يمديك تلعب عليه. بعد ما تخلص منه اركب الحصان حقك وروح يسار من هنا من هذا المكان. يلا بعد ما تمشي من هذا المكان راح اقصى اليسار طبعا في بوس تشغل نفس النظام. تعمل انواع تشغل البونفاير هذا. طيب بعدين من بعد ما تشغل البونفاير هذا ننزل من هنا. طيب عارفين عارف ان الصوت فجأة اختفى لكن البرنامج غبي شوي قرر انه ما يسجل صوت اللعبة. فوق في ايتم اللي هو رون ارك، تنزل من هنا تسحب على هذولا. طيب اذا انت بتقاتلهم ممكن ننزل لك شيء مفيد بس ما اتذكر. تنزل من هنا تطلع من هنا بعدين تروح يسار تنزل. بعدين يمديك تنزل مع السلم او تنزل عادي، بس انا قلت السلم ليش؟ عشان الكرة هذا ما تستوعب فجأة وتجي تهاجمني. يلا ننزل تحت في بانفاير يسار نروح عنده. من بعد البانفاير هذا نفترض ان اكمل التسجيل نفسه لكن في مشاكل صارت برنامج ما يهم. نمشي من هذا المكان نمشي سيدي نطلع فوق. طبعا بتشوفون ان هنا غريب على الشخصية بسبب انه اوريكم الايتم اللي بيطلع تمام. ناخذ بعد ما ناخذه ندينا نحاش على المكان هذا نروح لعند راني تمام. نسولف not blight even in my slumber I sense it is in thy possession is it not my thanks soon must I begin my journey but before I leave my thanks a strange gift I am certain now fate I must thank torrent too you may leave it was but brief What is it? I too am to. تسولف معك تقول لك يلا لازم تروح المكان هذاك الساعة عشان هي تروح. طيب من ريان اف ذا ليكس اللي هو هذا البونفاير لازم نروح عند هذا المكان. حطينا عليه مارك. نمشي من هنا نطلع فوق. طيب يمديك تجيه من طريقة ثانية. بس انا حبيت الطريقة هذه لقيتها اسهل تقريبا يعني. نمشي سيدة سيدة هذا هو البرج قدامنا تمام؟ واو كام فجأة اسفل ما يهم. نمشي من هنا نقرب على المبنى. شوف هنا مبنى يمدينا ننزل من هناك زي ما شفت. ارجع للجزئية بسيطة. نمشي من هنا هوب هوب هوب. في ارتست شاك هنا يمديك تاخذ البونفاير بعد حقه وتمشي من هنا وتاخذ لفة من هناك وتنزل هوب ننزل. طيب لا اله الا الله. زي ما قلت اذا اعطيت الفنجر لسوليفس سوليفس الحين يفترض انه يكون ميت تمام. يمديك تروح تاخذ ايتماته طبعا تكمل كوست ثاني ولا كأنه صار شيء عادي جدا. فلا اله الا الله. بعد ما تاخذ ايتماته عشان البوبيت ومال البوبيت في كوست وفي واحد ثاني اللي هو واحد من المساعدين بتلقاه ميت. بعد ما تدخل استدي هل هذي شغل بانفاير تحط الساعة اللي اعطتك اياها غاني. طيب وش بتسوي الساعة؟ بتشقلب المكان فوق تحت. بعد ما تشقلب المكان فوق تحت المكان عندك بيتغير زي كذا بيصير. نمشي من هنا طبعا في كاستر هناك او انفيدر مدينا نقول بيحاول يقتلك. انت ايش عليك؟ اسحب عليه وانزل من هنا. ممكن تموت طبعا لكن انت بدك تاخذ من طريقه ثانيه وتنزل هوب. ثاني شيء بدك تحط خاتم القطوه طبعا ما ادري اذا كان نفس الشيء هنا ولا لا لكن حق القطوه يخفف النزلات الدمج من النزول. بعد ما تنزل تحت اخر شيء ندور على مكان فيه باب. هذا هو المكان اللي فيه باب هوب هوب نخش جوه. يلا افتح الباب يلا باليلا افتح الباب. الباب مقصد بشكل قوي مقصد حلو ذي متعب عليها. افتح الباب يلا واو مطر كوي اشياء كويسة. بعد ما ندخل من هنا يلا خلصنا في برج قدامنا بديبان. طيب بعد ما نخش هنا نمشي قدام شوي نلقى على اليسار في بونفاير تمام. في بونفاير على اليسار زي ما تشوفون. بعدين نمشي سيدة بنلقى فيه ميني بوس اللي هو جود سكين دوب. يس كذا اسهل تسميته. نسوي ريست ولا ما حنسوي ريست؟ نسوي ريست تمام. بعد ما نسوي ريست ها
خلص علينا. هنا انا سويت ريست عشان يا اخي ليه ما يكمل تسجيل؟ ايش وضعه؟ ما يهم. بدا يسجل. بديت انتبه لانه بدا يسجل. نكمل سيده هنا من هذا المكان، لازم نروح سيده. طيب اذا مشينا سيده بغصب اننا واحد دب او زي ما قلت لكم عنه. يلا افترض غصب اننا الحين. طيب البوس هذا فيه جلتش، مديك تسوي جلتش انه يطيح من فوق مثلا، او انه يمديك تقتل عادي. هذا اتأمل عندنا اياها بعد ما رتمنا وروحنا رجعنا طور نفسنا ناخذ الصان حقنا ونمشي سيدة. بعد ما تمشي سيدة تشوف يمين صار فيك باب ولا شيء، افتح الباب. تمام، بعد ما افتح الباب نطلع بالمسد. يلا واو لابس لوني كويس. المهم نطلع يمين نشغل بون فاير، بعدين نطلع هنا ناخذ المارك اللي هي تبيها غانا. تمام هذا هي كوز مارك اتوقع مكتوبه كذا. بعدين نرجع عند راني. تمام شفناها ما لقيناها موجوده، فنروح للبرج الثالث اللي قلت لكم عنه لو اقصى اليسار. من هنا اشوف اني غيرت سلاحي قلت احسن، ممكن على عسى يطلع لي واحد يهاجمني ولا شيء، فقلت كذا افضل. ندخل جوا هاني نطلع فوق في شست. هنا الشست هذا طبعا زي ما شفت طحت للاسف، عندنا نط وناخذ. طبعا بيعطينا هو ملابس هاني باقي، الافضل اللي اشوفه من وجهه نظري البس الملابس عادي ما تخصها شيء عشان تبدا بس الجزئيه من كوستها. بعد ما تطلع كذا تطلع فوق تروح عند تلبورت. التلبورت هذا بوديك عند اميسن ونفر مين هنا بهذا المكان. طيب عشان تكمل الكويست اهم ايتم تحت اللي هي غان الصغير، اهم ايتم مره مهم. تمام بعد كذا تروح عند البوم فاير اللي هنا موجود، طبعا تشوفون جنب الفاير بس يلا سوي ريست عند البوم فاير. عارف انه مقطع شوي بيكون طويل بس انه احاول اجيب كل فايدة. الحين تاك تراني اول مرة ما في شيء، المرة الثانية ما في شيء، المرة الثالثة I hadn't expected any soul to recognize me in this, but now the cat is a form for me. Eliminate the name of Rani the witch is already. I will not perform for me a service. Eliminate the name of. I will not perform. Eliminate the name of. I will not. تمام. بعد كذا الحين نمشي نروح المنطقة اللي بعدها. تمام. ونشغل هذا السمن. يلا نمشي بعدين نشوف الشخصية تغيرت. غيرتها بسبب ان قلتها اصلا. ثاني شيء مقطع شوي يعني كان بسمرة طويل، لكن قصيته كذا بالطريقة هذه افضل. تجي هنا تنحاش من استل هذا البثر لانه بيرمع لك حجارة ممكن يقتلك. نهاية من باب الاحتياط وننزل من هذا المكان. هوب طبعا في نمل يغثونك النملات هذه فاسكب عليهم. عندك تستكشف هنا وهنا يعني اذا تبي ايتمات وهو اشياء زي كذا، او تسحب عليهم عشان تسوي كوست وبس. نوصل مكان نكست الله نسيت هذي، نجلس عند البون فاير. بعد ما تجلس عند البون فاير Let us speak of the past. I was once an Empyrean. Each of us was chosen by our own two fingers as a cat, which is when I received blight. But I would not acquiesce to that. I stole the rune of death. I would not be the two fingers and the baleful. I turned my back on the two fingers and the baleful shadows. I turned my back on the baleful. طبعا هنا في صار شيء غبي ولقطه كانت كويسه ما فسجلتها بحط بضيفها من ضمن حق الفاني مومنتس. ما يهم نطلع من هنا نروح يصار في ايتمات. طبعا ايتم ممكن يعطيك دراع النمله، فانا سويت اسكيب طلعت من هنا هذا المكان. في ايتمات طبعا يمين ويسار، رحت يصار من هنا يمين ما في شيء. تدخل من ذا الباب طبعا ينزل لك ثلاثه تسحب عليهم اطلع فوق. لا طلعت فوق ممكن تلاقي ناس ما لهم داعي اسحب عليهم. في ايتم وهناك يمديك تاخذه بعد. انزل من هنا شغل هذا طبعا بعد ما ينزل او يجيك المسار تنزل تحت تمشي سيده. في هنا سيدز جولدن سيد تحتاج هذا عشان تطور الفلاسك حسب اتذكر. يس نمشي من هذا المكان ننزل من هنا بعدين ننزل. يلا خلصنا توصل هنا تشغل بانفاير
Even when I turned my back, Blythe remained. Though he was created, he was a Blythe. Yet, the time is now. Another one. I've let forget what thou's heard. I've let slip forget. كذا نمشي سيدة من هنا نروح اسحب على هذول طبعا بثغين تدخل هنا شوف واحد اسمع على اليسار تلقانا Tell the two fingers that Rani the witch rend thy flesh with a fatal wound ne'er to heal طبعا بس الصوت القاتل ثاني اول ما تمام برافو ما سهل عندك راح عندك بعد شيء نسيت ما بس يا ابوي جلبني كذا عندك تسوي له باهي بس انا ما متاكد راح عندي له سريع ذا ولا لا بس تعال وزي صح ليش ما شفت ماجيك قبل شيء وياه بس تسوي بسرعه Beautifully fought. My thanks. T'was more of a challenge than I envisioned. Yes. Now I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Blythe. And Eiji. I love them. هذا نحتاجه طبعا بعد ما خلص هذا المكان او نحتاج المكان بس الحين بكم شيء عشان نروح المكان بعد ناخذ المصعد هذا وننزل تحت تحتاج هذا السبل اللي هي فليم كلينزر تمام انا بختصر هنا اشياء في هنا ماب تاخذ الماب طبعا عشان نختصر عليك وتمشي من هنا طبعا الكلينزر حطيته قبل شوي من الليفل العالي او من الجيم نفس الجيم هذا بس ليفل عالي زي ما تشوفون ما يمديني استخدم الكلينز الظاهر او ما كانت فاستخدم الهيل والشكل اهلا الله امشي وهيل نفسي نفس الوقت عشان انه ما اموت بسرعه لكن بدك تسوي فلم كلينز مي وتكمل لين هنا بعد ما توصل لين هنا انا تشوفني قاعد اسوي اشياء مره بس انه كذا اسهل يعني يعتبر تسوي غست عند البان فاير ننزل من هنا هوب هوب بعدين هوب ننزل هنا طيب هنا هذول عشان ما يقتلوك يمديك تسوي سكيب تروح يسار لكن اذا كان عندك هيدن بادي او سبل يمدينا نقول زي كذا خليك تمشي وتسحب عليه طبعا قبل شوي المكان وغيته لازم تروح عند الكفن هذا وتنزل معه بعد ما تركب الكفن هذا وتنزل بيوديك المكان تحت الارض تمام شوف حتى شكله تغير رجعت بالاساس يعني طيب هنا ايش راح نسوي راح نتضارب مع البوس اللي هو هنا تمام هذا هو شكله طبعا بعد ما قتلناه ما حقول لكم اكثر شيء عنه تمام الحين نروح نرجع لوين نروح لعند الاكاديميه مكان رينالا في صندوق تذكرونه المكتبه لا تحتاج المفتاح حقه مفتاح محافظ الصندوق داخله ايش خاتم نرجع لليك في ضرب مكان قتلنا فيه البوس قبل شوي تاكد ما في شيء يس نطلع من هنا تمام نرجع نحط الدرع حقنا اللي هو حق سوبر نايت نطلع من فوق ودينا عند مكان اللي هو مون لايت التر شاي كذا تكملتها مون لايت حلو ناخذ حصان شغل بون فاير ناخذ حصان مره ثانيه نروح الكنيسه اللي قدامنا غصب لك تنين بدك تسوي له عشان عليه هلا منه في الايتمات هذا تحتاج عشان كوست مو كوست عشان اشياء ثانيه بدك تشتريها من جثة سلفس ما علينا تنزل من هنا طيب عشان ننزل هنا لازم نحط الشمع او المصباح او الكشاف بدك تسميه تمام او مصباح شو يسمونه هذه اللانثر يس تشغل اللانثر وتنزل او عندك تحط السبل هذيك حقت اللمب اللي فوقك وتنزل هوب ننزل من هنا هوب بعدين الثانية يسار ويا طول تحت نمشي سيدة الحين لما نلقى غالي يلا هوب طبعا في حرقة بسيطة بحرقها بعد شوي بعد ما اخلص من غاني هوب شفتوني هنا غيرت رجعت الاساس عشان اوقف الشاشه شوفوا غاني هنا موجوده جالسه تمام نقعد نسولف معاها نضغط اي بطريق السينماتيك زي ما هو تشوفون واو ايش هذا
ما أدري هل أقدر أقول لكم أن هذا هو رنالة أساسية أو جزء من الشجرة أو شيء زي كذا، ما أدري صراحة، لأن العمالقة فيهم شيء عملاق، غداء مو معقولة حجمه كبير زي كذا ولا ذاك، فيس نقول أن شجرة أحسن. طيب تجي عند رنالة أو راني عفوا معليش، تعطيها الخاتم، يفترض الحين تستوعب الشخصية تمام؟ ياي طبعا ما عليكم من شخصيتي انها كذا ولا كذا، لكن انا مغير شخصيتي الى ذكر عشان شو اسمه كوست من كوستات بعدين كوست او كوستات او نهاية من النهايات عفوا. ويلا عاد خلصنا منه بعد ما اعطيناها الخاتم كذا وجلس شوي، برجعك شوي الكاتسين الى المكان اسمه وتشوف انا حقيقي اللي كانت فوق اصبحت من جديد. So it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. I go now to the night sky. I bid thee travel, and once all is done. متى بتكون موجودة أو متى نقدر تستدعيها؟ إذا اختمت اللعبة مرة ثانية، إذا تستدعيها عشان تسوي النهاية حقتها. نوم تطلع شويات بعد المكان بتشوف الناس ملك شيء. هو دارك بلاك ليد شيء. الحين إيش سوينا إحنا؟ رجعنا المكان اللي كانت فيه ميلانا، نسمع صوت واحد يتكلم. اسمع شي نيدز مي، مين هذا يتكلم؟ بلادد خوينا هذا قرب ضدنا. غاني كانت بحادثة وانت خطفتها مني. احنا نضارب معه وز الحين نروح عند اي جي. طبعا اي جي يمديك تقول له ترى بلادد كذا كذا سوى تمام. ثاني شيء بحرق الجزئيه اللي بحرقها ان الحين بعد ما تكتب مع شرف من اي جي لايف بيكيم مكان ثاني تلقى فجاه شب ولا لما لقيت الشب اول لا معناها ان سويت انا كوست ثاني واثر عليه. طيب الكوست الثاني ما اقول له لما كامل بعدين اقول له